السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حديث الناس. هذا البرنامج الذي نرصد به واقع الأحداث ونوصل به صوت المواطن إلى الجهات المسؤولة لنكون العين الصادقة التي تنقل الحقائق. قطاع السفر والسياحة ووكالات السفر والسياحة قطاع مهم يقدم خدمة للمواطنين وكذلك للدولة في الجانب السفر والسياحة بكل أنواعه. هذا القطاع صار الآن مهدد بالإفلاس والخروج من سوق السفر في السودان. هذا القطاع يواجه الآن مشكلات حقيقية تتطلب الوقوف عندها ودراستها وشرحها والمتابعة من الإعلام ومن كل الوسائط التي تنقل للناس واقع الأحداث. لفتح هذا الملف والمواصلة فيه معنا داخل الاستوديو الأستاذ محجوب المك، رئيس شعبة وكالات السفر. مرحبا به ومرحبا بكم. مرحبا بك أستاذ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السعيد مرحبا بكم في سعيد أكون في برنامج حديث الناس، وإن شاء الله إطلالتنا تكون فيها فائدة وفيها إضاءة للمشاكل التي تعوق عمل وكالات السفر والسياحة. مرحبا بك أستاذنا. محاور هذه الحلقة، ما هي الفائدة التي يعني تصل إلى الدولة من وكالات السفر والسياحة، وما هي المشاكل التي تواجه هذا القطاع، وما هو أثر القرارات الأخيرة الخاصة بسوق السفر والسياحة التي تحدث عنها الناس، بيع التذاكر بالعملات الأجنبية أو الدولار كما تحدث الناس. لكن قبل أن نفتح الحوار ونتابع هذه المواضيع، نتابع هذه الإفادة ونكمل حديث الناس. وكالات السفر والسياحة في السودان الآن العدد حوالي 2000 وكالة تنضوي تحت وزارة السياحة الولائية والاتحادية، والعدد الكبير حقيقة محتاج لكنترول، ونحن كاتحاد أو كشعبة بننادي بأنه ينضوي تحت لواء الشعبة. الآن العدد المنضوي تحت لواء الشعبة حوالي 500. واحدة من أهدافنا أنه كل العضوية تسجل في الاتحاد. نحن كشعبة بالإضافة لمحافظتنا على حقوق الوكالات، نحن برضو جهاز رقابي على وكالاتنا في أنها تستقيم وتشتغل. الآن نحن مجالنا الحج والعمرة والسفر والسياحة. في مجال الحج والعمرة الإشكالات الكبيرة اللي بتقابل الناس مسألة التمويل. نحن أغلب شغلنا إذا كان حج أو عمرة بنحول ريال للشركات السعودية مقابل الخدمة. نحن بنضطر نشتري الريال من السوق الموازي مما يسبب ارتفاع الدولار والتحويل غير الآمن. عشان كده كثير من الناس بنتاخذوا الوكالات في انها اسعارها في العمره والحج اسعار عاليه، ده بالاضافه لمجموعه الجبايات والرسوم اللي بتفرضها الدوله على الوكالات من سياحه، زكاه، ضرائب. الشيء الثاني برضو في السفر، واحده من اشكالاتنا الان المفترض الناس انه كل الشركات الطيران الاجنبيه اشترطت انه التذاكر تدفع قيمتها بالدولار، كذلك نتجه للسوق الموازي عشان نشتري الدولار وما يرتفع. نحن كقطاع خاص ملتزمين جدا بسياسة الدولة في خصخصة الحج. العمرة مخصخصة بصورة كاملة من دولة المغرب المملكة العربية السعودية، شركات سعودية مقابل وكالات، الدولة بتشرف عليها كإشراف. الحج الآن الناس مستمرين في خصخصته باعتبار أنه الدولة تتفرغ للإشراف والرغابة والشغل السيادي، والوكالات أو القطاع الخاص تتفرغ للخدمة. في تنسيق بين كل الجهات وبيننا نحن كشعبة في انه ناس يزللوا كل العقبات دي، وفي اتصالات مباشرة مع بنك السودان، مع الإدارة العامة للحج والعمرة، مع السياحة الاتحادية الولاية، ومع الشرطة. ففي جسم تنسيقي بيجمعنا كلنا والناس ماشيين في انه يزللوا الصعوبات، وبنتوقع انه لقدام يكون في حلول لكل الإشكالات. ونشكر الدولة في أنها هي أفرضت القطاع الخاص يعني جزء كبير من خدمة الحجاج والمعتمرين والسفر والسياحة. مرحبا بكم، يتواصل حديث الناس. شكرا للأستاذ جمال الطيب الأمين العام لشعبة وكالات السفر والسياحة.
أستاذنا محجوب مرحبا بك مرة ثانية. وكالات السفر والسياحة في السودان قديمة، لكن لو ادينا المشاهد اللي بيتابعنا الآن فكرة عن وكالات السفر والسياحة هي شنو بتعمل شنو؟ هي وكالات السفر والسياحة زي ما قال الأخ جمال السياحة، نحن حوالي 2000 وكالة في السودان، كلها بتعمل في السفر والسياحة والحج والعمرة. وطبعا هي الوكالة هي مستشار للمسافر، بتقدم له طلب العايز للسفر ذا في أحسن صورة بأكثر راحة للشركة اللي بتختار له وقل سعرا، بتوفر له حجوزات الفنادق بر السودان الحته الماشيليه، حجوزات الليموزين لو عايز، كل الخدمات دي بتقدم بها تاشيرات الزياره لبعض الدول. كل الحياه دي بتجهزها له وكاله السفر اللي هي مستشاره في ناحيه السفر، وبيدفع الرسوم دي كلها داخل السودان هنا. يعني هو يمشي من هنا طالع للبرة ما عنده اي قلق بخصوص المصاريف السفريه بتاعته دي. دائما كل وكاله بتحرص انه تقدم كل الخدمات الممتازه لزبونه ده. والوكالات هي لو قلنا 2000 وكاله الليله، في اقل وكاله الليله في اصغر وكاله بتلقى فيها 5 موظفين، يعني 5 اسر. في وكالات تلقى فيها 30 و40 موظف شغالين فيها، معناته ان احنا قطاع الوكالات ده اقل حاجه بيبيعوا له حوالي لو قلت 2000 وكاله في متوسط 10، يبقى لها اقل حاجه تلقاها كم دي 200 الف ولا كم اسره هي دي فاتحه ابوابها وعايشين على وكالات السفر. طيب وكالات السفر برضه الاستاذ جمال اشار لانه في رسوم وجبايات. اي جهه في السودان لما نهبشها ونستضيفها ونتكلم معاه طوال تقول لك والله احنا بنواجه برسوم مفروضه علينا وجبايات وكدا. حتى وكالات السفر برضه يعني لازم تدفع وكذا، انت ما يعني هي خدمه بتقدمها للمواطن قصاد انت وسيط بينه وبين شركه الطيران، تدخل الجبايات والرسوم هنا شنو يا استاذ؟ هي الحقيقه اغلب قطاع قطاعنا ده نحن يعني في اي حته في الدنيا الواحد بيرخص من جهة واحدة مسؤولة منه، ما عدا نحن في قطاع وكالات السفر عندنا بنرخص اللي هي الجهة المسؤولة منها، المفروض تكون مسؤولة مننا السياحة الولائية ولاية الخرطوم، نعمل منها ترخيص، بدوك ترخيص نظير 5000 جنيه في السنة، وإدارة عمل للشخص اللي يدير العمل ده، بتطلع رخصتك دي وتجي بيجيك بعد شوية بتاع المحلية ده الرخصة بتاعته، رخصة المحلية مع العوائد حوالي 13-14 ألف جنيه في السنة. فات منك بتاع المحلية بيجيك بتاع النفايات ده برضو تديه الرسوم بتاعته، وبعد فات منك بتاع النفايات حتمشي للطيران المدني تعمل رخصة برضو ب3500، بعد الطيران المدني تمشي ليجيك بتاع الدفاع المدني برضو رخصة. وده كلهم اي واحد فيهم انت ما عندك ما عدا السياحة اللي هي المسؤولة مننا السياحة الولائية اللي هي المسؤولة مننا، المفروض ان التصريح ده يكون يكفي. اي واحد من ديل ما يلقى التصريح من دار بيقفلني شايل طبل معه، عشان المحلية اللي بيشايلين طبل يقول لك ما دفعت الرخصة التجارية والعوائد، طوالي معه واحد من الحرس جهه رسميه وشايل طبله يقول لك بكفي للمحل بتاعك. فدي في ما في الدنيا، يعني انت بترخص في عده جهات. الطيران المدني برضه ما جددت رخصتك طوالي الشركات ما بتديك بتتعامل معك، لازم الرخصه دي تتجدد سنويا من الطيران المدني والا الشركات ما تتعامل معك. فما في حته في الدنيا في العالم الواحد بيرخص من عده جهات. اوكي في 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 رسوم، الرسوم تتجمع في حته واحده،
ادفع انا في نافذه واحده تكون مسؤوله مني وزاره ولايه السياحه الولايه هي تكون مسؤوله مني، يرفع الرسوم ل 10 15 مليون لكن تندفع في جهه واحده ورخصه واحده وتكون مسؤول مني في جهه واحده. انا ما ممكن اكون اي جهه دائره تفرض علي ودائره هي ما دفعت لها هي جايه طبيله تقفل المحل، ما بيحصل الا في السودان. نعم، يعني الدولة الآن أنتم توردوا لولاية الخرطوم بعدة اتجاهات، نفايات على محلية على وزارة السياحة، القانون اللي بيحكم وكالات السفر والسياحة واللوائح التي تضبط عمل وكالات السفر والسياحة لازم يكون من السياحة، وأنت أضفت برضو الآن يا أستاذنا الطيران المدني السوداني، سلطة الطيران المدني السوداني. هو هي أصلا المفروض ما يكون عندنا زول مسؤول من غير السياحة الولاية، لكن دي كلهم دخلوا في 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 بس عشان الرسوم، ما عشان اي حاجه، وما في اي خدمه بتقدمها لنا. يعني ما في خدمه بتتقدم اصلا للوكالات من الجهات دي كلها. كل الشغلانه بس رسوم. بتاع النفايات ده ما بيجي يشيلوا حتى الورق ولا انت شايف الشوارع حاصل على شنو؟ يعني انت بتنظف وكالتك حتى تطلع الوساخه برا ما في زول بيجي يشيلها. بعد شيلهم للرسوم. اي بس رسوم. طيب نرجع للقانون الحاكم لوكالات السفر والسياحه اللي هي بتشتغل الان في عده مجالات، برضه لو حددت المجالات دي والقوانين اللي بتضبطها واللوائح يا استاذ يكون احسن عشان المشاهد يخش معنا في الصوره. هي طبعا هي الوكالات السفر والسياحه بتشتغل في السفر، خدمه السفر مع شركات الطيران، وشركات الطيران دي حقيقه من فتره بقت عندها زيرو كوميشن. زيرو كوميشن، يعني حتى الدخل ذاته بتاع الوكالات متناقص، لانه كل الشركات بقت ما بتدي عموله، انت بتخليك انت والزبون بتاعك اللي بتقدم له الخدمه دي، انت تحدد رسوم الخدمه عشان ما انت تضمن زبونك والمنافسه في السوق. دائما الرسوم دي نحن بنخليها في الحد الادنى. الحد الادنى مع جبايات النادي بتلقى الوكالات دي كلها شغاله بس يعني بس تغطي مصاريفها شهريه. ما في، وفي وكالات كثيره يمكن قفلت من لانه الدخل اللي بيجي ما بغطي المصاريف الموجوده. الوكالات طبعا عندنا نحن تابعين لاتحاد اصحاب العمل. اتحاد اصحاب العمل عنده قانون لوائح بيضبط عمل الوكالات، وفي لائحه يعني بتحدد اي مشاكل حاصل اي مشكله تحصل عندها في اللائحه بتاعت اتحاد اصحاب العمل عندها ما يوازيها من اجراءات. ونحن كشعبه برضو عندنا اللائحه بتاعتنا بنضبط بها كل العضويه بتاعتنا. وزاره السياحه الولائيه برضو هي المشرف الولائيه، هي المشرف علينا، وهي عندها قانون برضو وعندها لجانه بتفتش الوكالات وممكن تقفل الوكاله وممكن تصدق لها جديد، وكل دي هو قانون عند ولايه الخرطوم السياحه، وزاره السياحه في ولايه الخرطوم. طيب استاذ، يعني المراقبه من الشعبه على العضويه بتاعتها، الان العدد كبير بتاع الوكالات لكن المنضوين تحت الشعبه عدد بسيط، يعني اول حاجه منزل ليه يعني؟ والله حقيقه دي مشكله كبيره ونحن مرغان جدا وساعين مع سياحة ولاية الخرطوم ومع الطيران المدني ومع السياحة الاتحادية وحتى مع جهاز الأمن، فإنه نعمل حملة من الجهات المشتركة دي للوكالات الما منضوية تحت الشعبة والما شغال حقيقة شغل بتاع سفر وسياحة، لأنه حقيقة عدد يمكن وصل ل 2000 والمنضويين لنا اكثر 500. يعني ثلاث ارباع الموجودين في السوق ما منضويين للشعبه، ما متاكدين احنا بالضبط هم شغالين شنو. دي برضه مشكله، وبعدين دي برضه بيؤدي الى انه سمعه الوكالات تكون يعني ما طيبه، لانه انت ما الانضمام لشعبه وكالات السفر اللي هي في غرفه او في الاتحاد اصحاب العمل اختيار يعني لصاحب العمل بدل وكاله ولا الزام؟ هو على حسب اللائحه الزام، لانه اتحاد اصحاب العمل اي منشاه ما منضويه لتنظيمه لا يسمح لها العمل.
ولا يجدد الترخيص؟ لا يجدد لا ترخيص. طيب كيف دي شغاله وكالات يعني اكثر من 1500 شغاله باسم وكالات السفر والسياحه يعني اكثر لو نص نص كان قلنا معليش يعني. هو حقيقه اللائحه زي ما قلت لك ما مطبقينها لكن هسه نحن ان شاء الله خاطبنا الجهات المسؤوله دي انه يفعلوا اللجنه المشتركه دي من السياحه الولائيه والسياحه الاتحاديه والطيران المدني وجهاز من الدوله على اساس انه يعملوا حملات تفتيشيه على الوكالات دي يتاكدوا انها فعلا هي وكاله وليه ذات حتى ما تنضم للاتحادات عشان تكون تحت رقابتها وكذا. انت يمكن رسومكم كثيره من الشلال والله ابدا هي الرسوم ما كثيره يعني كانت الرسوم 500 جنيه عندنا دار بنبني في واسي قررنا انه محتاج لمبالغ عشان نكمله فرفعنا الرسوم ل 3000 جنيه لكن في السنه؟ في السنه لكن كل الجهات هسه اللي بتشيل منها الرسوم دي بتشيل اكثر من ده كثير خالص يعني احنا بنشيل ثلاثه عندنا اقل جهه بتشيل الرسوم اللي هي الطيران المدني بتشيل لها 3500 في السنه. قصاد شنو يا استاذ بتاعت الطيران المدني كمثال يعني الرسوم اللي بتدفع الطيران المدني يعني حقيقه هسه ما عنده اي حاجه حيقدمها لنا يعني حقيقه زي ما بيقولوا مشينا بياكل عينه للطيران المدني ده قبل فتره اربع خمس سنين على اساس انه الشركات كانت بدات تطبق في نظام الزيرو كوميشن وطبعا دي بتاثر على دخلنا فمشينا قلنا الطيران المدني ده كجهه هو المسؤول من شركات الطيران وعنده كلمه عليها انه يحمينا منها فمشينا برانا قلنا له يا اخ تعال قال لنا ابو عشان تحمينا من الشركات دي وخذ رسوم ما عندنا مشكله خليها 500 جنيه رسوم كذا معقوله وفعلا اتفقوا معنا على اساس ان يدونا بطاقات ل ل ل ل ل ل وكالاتنا يتابعوا بهم مسافرين هون المسافرين والقادمين وكذا واتفقوا معنا على اساس يدونا بطاقات لكن للاسف حصل تغيير في المطار الجهات المسؤوله عن امن المطار تغيرت حتى الناس اللي قعدنا معاهم ذاته بيقوا بطاقاتهم ذاته مشكله طلعوا خلي الدنيا نحن ما جات الان بقى سلطه الطيران المدني برا وتشغيل المطار بعدين الرسوم دي نحن قلنا 500 مشوا ودوها رفعوها لادارتهم ادارتهم قامت عملتها 3500 بدل هنا واجازوها في الميزانيه وبقت يعني ملزمه لنا لكن ما في اي خدمه تقدمها الان سلطه الطيران المدني ولا مطار الخرطوم لوكالات السفر والسياحه ما في اي غير هذه المبالغ ما في اي حتى مشاكلنا نحن مشاكلنا اللي بنرفع لهم ما عندهم فيها حاجه يسووها لنا بيرفعوها للجهات الثانيه يعني بس جس نحن بنرفع لهم هو يرفعوا يعني ما عندهم سي في اي حاجه هسه للاسف يعني نعم وفي مشكله برضه انه وكالات السفر والسياحه الناس بيخلطوا بينه وبين مكاتب الاستخدام والاستقدام وبالتاكيد في فريق بين الوكالات وهذه الجهات يعني حتى في القوانين والجهات المنظمه لعملها والسلطات اللي بتراقبها احنا نكمل حديث الناس لكن فاصل ونعود نكمل حديث الناس خليكم معنا. مرحبا بكم تواصل حديث الناس ضيفنا داخل الاستوديو الاستاذ محجوب المك رئيس شعبه وكالات السفر وموضوعنا وكالات السفر والمشاكل والحلول التي يعاني منها هذا القطاع المهم. قبل الفاصل استاذ سالتك من موضوع المكاتب بتاعت الاستخدام والاستقدام ووكالات السفر في خلط يعني لو بينت هنا سريع للناس عشان نجي نشوف المشاكل اللي بينسبوها الناس للوكالات حقت وكالات ولا حقت جهات ثانيه تفضل. حقيقه هو في خلط كبير جدا بين وكالات الاستخدام والاستخدام وكالات السفر. وكالات السفر معنيه بسفر الراكب تذاكره تاشيرات زياره كرر تاشيرات زياره يعني وكاله تقول لواحد انا هجيب لك عقد بتاع عمل في اي جهه من الجهات ده كذب ساكت ما في واي وكاله بتعمل تاشيره زياره بتقدمها للزبون بتاعها وفي لازم الزياره تسلم للزبون في يده وما بتكون مكتوب فيها عديد كده زياره لمده شهر لمده 15 يوم لمده 3 شهور غير مصرح لصاحبها بالعمل. وكالات الاستخدام والاستخدام هي مكاتب يسموها مكاتب شيخ مش كده؟ مكاتب مكاتب الاستخدام والاستخدام تابعه لوزاره العمل ونحن تابعين لوزاره السياحه
ودي معنيه باستخدام واستخدام تجيب عماله من برا وتودي عماله من السودان لدول، ودي مربوطه بمكتب العمل، مكتب العمل بيراجع العقودات الجايه دي ومصدق عليها حتى بعد ذاك يسمح للوكاله تعلن عنها. نحن مشكلتنا المواطن بيمشي قبل ما يتاكد من المكتب هل عنده حقيقه عقودات عمل وممكن يتاكد منها بوزاره العمل، او يمشي للمكتب ذاته في مكتبه مش عن طريق وسيط، ودي مشكلتنا نحن. وحاطط نحن في وكالات السفر بنقع في مشاكل كثيره جدا من الوسطاء. يعني بيجيك وسيط يقول لك يا اخي انا عندي راكب ماشي الامارات عندي تاشيره. نحن التاشيره دي عندنا مكاتب بنتعامل معها في الامارات، معروف التاشيره مثلا ب 14 يوم مثلا سياح 14 يوم مثلا ب 300 ريال درهم، مع التذكره كلها تلقاها 13 14 مليون. نحن اهم حاجه عندنا انه تاكد انه الراكب ده حيطلع بعد 14 يوم او بعد شهر على حسب تاشيرته، لانه نحن عندنا تامين مع الشركه الاستثمارات بنكون على خاتين عندها 30,000 40,000 درهم ضمان عندها زي الشيك. اول ما المسافر دي تخلف يوم يومين طوالي بيسحبوا من غرامه الجوازات الاماراتيه بتخصم من الشركه 7,000 درهم غرامه. نعم، الصورة الآن واضحة، احنا حنوضحها أكثر ونشرك معنا أخواننا اللي بيتابعوا الآن يعني حديث الناس، فرصة متاحة للمشاركة عبر الهاتف والرسائل القصيرة ورسائل الواتساب، وأرقام التواصل تظهر الآن ونستقبل بعض المشاركات عبر الهاتف. أستاذ محجوب مرحب، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحب عليكم السلام، تفضل يا العطا. معك العطا يوسف طال عمرك حسين المناقل. تفضل يا العطا وارفع صوتك، صوتك بعيد. بس ضيفك الكريم، في رمضان الماضي استاذ سامي كانت هنالك بعض المشاكل لبعض المعتمرين، يعني خاصة في اخر شهر رمضان، يعني بالنسبة للمعتمرين، يعني بعض الناس ذهبوا الى سواكن او الى بورسودان يعني للميناء حتى للسفر يعني للعمرة، لكن كان هنالك تكدس كبير من المعتمرين في هذه الفترة، يعني لاخفاق بعض الوكالات يعني لاعداد البواخر للمسافرين. يعني فلماذا لا تعد حده مسبقا، يعني حتى لا يتكدس الناس يعني ويعيش يعني وصلت يعني الفكره. وسؤال واضح يا العطا، شكرا لك كثر خيرك. احنا نسمع ان شاء الله من الاستاذ محجوب هذه الإجابات عن مشاكل الوكالات وبالأخص أيام العمرة. قلت المرات بيجي الوسيط وبتكون في إشكال إنه ما بيعرف هو يتعامل مع شنو أو داير شنو، سواء جاء لمكتب يعني استخدام أو مشى لوكالة سفر. هو نحن عندنا في وكالة السفر بيجيك الوسيط، ونحن بنحرص جدا إنه اللي بنعمل له تأشيرة ده لازم نتأكد إنه حيطلع في الزمن بتاع المحدد. الوسيط بيقول لك أي ده حيطلع في الزمن المحدد. في بعض الوكالات بياخذوا منه شيك بميعاد ل 7,000 درهم من الوسيط او من احد اغرباء المسافر ذاته، لانه المسافر حيكون ما في. فبيحصل كثير جدا المسافر ده ما بيجي، وطوال الشركه هناك بتخصم منك 7,000 درهم، وانت تقدم الشيك بتاع المسافر ده تلقى الشيك رجع عليك، ووكالات خشت في خسارات ضخمه جدا. لانه الناسي يعني بقت كل الوكالات لو ما تاكدت من مش يعني الشيك ذاته بقدر نقبله. لازم انا اكون بعرف المسافر ذا معرفه حقيقيه او في ضمانات قويه جدا، او في ضمانات قويه بدفع لي من هنا قبل ما يسافر كاش. غير كذا لانه في وكالات خسرت خسائر كبيره جدا، وبسبب الوسطاء اللي بيجوا ديل الواحد طبعا داير ياخذ لكم مشى من الراكب ده 500 جنيه 600 جنيه، يقول لك لا ده ضمان حقيقي عموله بس ويشيل ويفك ويفك من هناي ويخليك. اخونا العطا بيزعل من بعض التجاوزات الوكالات، وضرب لها مثال باحداث العمره، دائما تحصل زحمه في ايام وناس يفقدوا الحجز، وقال الناس مشوا سواكن وما لقوا بواخر. اول حاجه وكالات السفر هي اللي بتجهز البواخر يا استاذ. والله نحن عندنا بنتعاون مع من وكالات البواخر، وبعدين وكالات البواخر بيدوك تذاكر
فاتحه يقول لك تمشي بور السودان الحجزات من هناك يعني ما بديك حجز تكون محدده ما محدده هاي ما محدده اليوم السنه اللي فاتت حقيقه كان في ضغط شديد جدا عمره عالي جدا في اواخر رمضان السودانيين طبعا بيحبوا السفر في اواخر العشر الاواخر دي كان في ضغط شديد ابوف الطاقه الاستيعابيه اكثر من الطاقه الاستيعابيه بتاعت البواخر وعملت مشكله حقيقه وعملنا لينا مع السيد وزير الارشاد واداره الحج والعمره ومشت لجنه هناك قعدت مع الجهات الاخرى مشت قعدت في سواكن وضغطنا على الشركات عملوا رحلات اضافيه ونوعا ما تحلت بعدين كمان حتى كمان زادت المشكله انه سواكن ما مهيئه لسكن الناس ما مهيئه لاي حي ما في اي خدمات يعني ميناء فقير جدا جدا فقير خالص يعني زول المسافر زي ما نصل المفروض يعني ساعات يسافر لانه ما في حاجه ما في حاجه مويه ما عندهم فحصلت مشكله حقيقه السنه اللي فاتت والمشكله دي قعدت لها عملت لها ورشه وصلت انه ثاني ما في حاجه تذكره تطلع من باخر من شركه بتاعت باخره الا بحد سفر محدد في يوم محدد في ساعه محدده ورجعه في نفس الوقت لانه يعني برضه حتى في الرجعه برضه برضه بيتكدسوا في جده هناك في جده هاي وبيعملوا الوكالات مشاكل كثيره لانه في جده هناك مسؤوليه الوكاله مسؤوليتنا نحن نسكنه ان شاء الله يقعد خمسه يوم سته يوم وده بيكون ما محسوب في البرنامج بتاعه اللي دفعنا له من هنا في وكالات تخسر كثير جدا جدا لكن تتحمل مسؤوليتها ممكن تتكرر هذه الاحداث مره ثانيه والله بعد القرار بتاع انه اي شركه تديك تذكره بحجز مؤكد ماشي جاي ثاني ما بتحصل لانه اذا كانت الشركه دخلت من هنا السلطات بتحملها السكن المعتمد ذا كان في سواكن او في جده لكن هذا لا يمنع من المطالبه بان تكون يعني المواني بتاعتنا وبالذات ميناء سفر الناس من سواكن على وجه التحديد جاهز ناقصه شنو يا استاذ يعني بحسب ناقصه كثير جدا ناقصه اول حاجه ما في فنادق ما في استراحات ما في مطاعم ما في تماما ولا صورتها ما مقبوله بالنسبه لي ما في خالص ما في خالص يعني حاجه كده الموجوده لا يعني اول حاجه صغيره جدا وما بتكفي اي عدد يعني لا تلقانا في الشارع كان احنا قلنا لو وصلوا لغايه ما ياهلوا سواكن ده يرجعوا لميناء بور السودان حتى يشتغلوا العمره دي بور السودان يعني بور السودان وطلبنا الحكايه دي طلب رسمي يعني لكن قالوا هم حيبتدوا ياهلوا في سواكن لكن ده الوقت يعني ده الوقت ان شاء الله ما في فنادق ما في استراحات ما في خدمات ما في يعني مطاعم ما في ترقى للتعامل الادمي يعني استاذ لا فقيره جدا هاي فقيره جدا والمويه صعبه جدا يعني هناك الواحد المصاريف الشايله عشان الشباب جده السنه اللي فاتت في ناس صرفوها مويه شربوها مويه في سواكن مشوا جده ما عندهم حاجه مصاريف صرفوها هنا ففيها في معاناه شديده جدا جدا طيب الوكالات التي يعني تخفق او تكون في بعض الثقرات في التعامل بينها وبين الزبائن بتاعينها وتؤدي ذلك الى مشاكل مع شركات الطيران او مع البواخر اللي بيحاسبها منهم والله نحن عندنا اول حاجه عندنا لجنه في اداره الحج والعمره خصوصا في العمره والحج اللجنه دي بترصد كل المشاكل عندنا فيها الاداره الحج الاداره العامه للحج والعمره فيها الوزارة الاتحادية وفيها وزارة السياحة الولائية فيها الجوازات فيها إدارة الجهاز الأمن الدولة وفيها الشعبة اللجنة دي بتمشي هناك بترصد كل المخالفات بتجي تحقق فيها وعندها لائحة جزائية من توقف الوكالة تشطبها تسجيل خالص توقفها سنتين توقفها سنة تغريمة ده كله موجود في اللائحة وكل سنة بيطبق على الوكالات في وكالات عوقبت وتمت محاسبتها يا أستاذ كثير كثير وصلتوا لحد مرحلة أنه وكالة تتقفل أو يسحب لا يعني يكون يوقفوها سنتين يوقفوها سنتين اللي هي دائما يعني الأخطاء دائما بتحصل في الحج اللي هي مطعم ما جاب للحجاج كيلون حياه كده حياه لكن كل المشاكل الكبيره اللي ذكرناها قبل شويه دي بتكون خارج سلطه الوكالات لانه مثلا باخره جايبين الحجاج بدون تاريخ محدد للسفر بيجوا يجيبون لهم في جده عشان يجوا الخرطوم يقولون الباخره
مليانه والباخر شايلين سيارات بتاع هناي يقعدوا لبكره، اضطر الوكاله تسكن الناس الحجاج. نعم، الحادثه اللي حصلت انه في يعني 157 سوداني كانوا عالقين في دوله الامارات العربيه. المشكله دي يعني اول حاجه هي مشكله وكاله محدده ولا جهه ثانيه غير الوكالات السفر يا استاذ؟ والله هي زي ما قلت لك انا قبيل، اي مسافر بيقول ده التأشيرة الإمارات لازم تسلم التأشيرة في يده، لأنه لو ما سلمت التأشيرة في يده ما بخش البلد. بيجي التأشيرة الإلكترونية من هناك بتطبع تديها له في صورته واضحة إنه هذه تأشيرة زيارة لمدة 14 يوم، تأشيرة قصيرة أو تأشيرة متوسطة لمدة شهر أو تأشيرة لمدة 3 شهور غير صالحة للعمل، لا يسمح له بالعمل، لا غير صالحة للعمل في أي حال من هذا. الراكب اللي بيقول انا ما شفت التاشيره دي او مدوني لي هذا، افتكر اذا ما 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 صادق، ما صادق ابدا. كويس، هو انا قلت قبل كده في تصريح انه الناس زين ماشيين وعارفين انهم ماشيين زياره، لكن كان عندهم امر يشتغلوا ما لقوا شغل. عملوا هنا هم افتكر كانوا زي 15 20 نفر هم اللي بيقولوا انه هم الوكاله قالت لهم دي عمل ولو انه التاشيره في يده، لكن ال 157 دي في ناس كاسرين زياره من بدري، كاسرين زياره من بدري. وهناك في الامارات اي زول يكسر زياره يا من يجي طالع ما بخلوه يحاكم ويدفع يدفعوه في كل يوم 100 ريال. فيها يعني ممكن تكون فيها يعني عقوبه ثانيه غير السجن. عقوبه سجن، سجن ويدفع غرامه. فالاخوان الباقيين دي انتهزوا الفرصه دي اللي يقولوا فيها في 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 مشكله. والمغتربين هناك والسفاره تعاطفوا معهم، تعاطفوا معاهم وبتاع، تلموا مع الجماعه دي، لانه انا متاكد ما في وكالات، لانه انت بتاخذ من الراكب ده كله 15000 جنيه، وانت متاكد الراكب ده لو تخلى في يوم واحد حتدفع اكثر من 100000. كيف انا يعني ما ممكن اغش نفسي؟ يعني لو غش نفسي انا متاكد ان الزول لو تخلف يوم واحد انا حاسع 100 مليون، كيف اقبل منه 20 مليون واجازف فيها تذكره، فيها تذكره ب 12 مليون ولا حاجه، وكل العائد اللي بشيله منه بتاع 30 40 درهم اجازف؟ اذا انا بغش في نفسي انا ما بغش فيه. فهي زي ما قلت لك قبل، هي في سماسره بيجوا يغشوا الوكاله اول حاجه، نقول الزول جاي راجع وهو الزول ما المسافر ما حي راجع، وفي نفس الوقت اتحلت مشكلتهم النازله الان كلهم كده في كلهم جابون. وهسي في لجنه تحقيق في مجلس الوزراء عملوا لجنه تحقيق، وانا متاكد ان التحقيق دي ما حتلقى في وكاله من وكالات السفر الا تلقاها هي ذاتها مغشوشه، يعني هي ذاتها مغشوشه، لكن ما ممكن واحد يغش نفسه يعني. لكن طبعا حتى اذا تمت خديعه لوكاله سفر هذا لا يعني فيها يعني يتحمل مسؤوليته، يتحاسب طبعا اكيد. احنا ما عندنا اصل، احنا قلنا الكلام ده قبل كده انه اي وكاله بتخطا نحن نحاسبها قبل ما يحاسبها الناس الثانيه. اثناء كلامك قبل قلت يعني الزيادات اللي بتحصل والضرائب او الجبايات والرسوم وكذا خلت الدخل اكثر من المنصرف، وفي وكالات كثيره جدا مرقت بالرسوق وقفلت وكذا، يعني عندكم رصد ليها ولا ده يعني بحاجه كده يعني انتم حاسينها بس متلمسينها؟ متلمسينها في عدد كبير يعني، لانه زي ما قلت لك اول حاجه الشركات كلها بقت زيرو كوميشن، بتقول لك بتضع انت بس رسوم خدمه، بس الخدمه دي لو خديتها كثيره طبعا ما حتلقى زباين. وزي ما قلت لك الصرف الوكالات كل يوم اعباء زياده، مرتبات للموظفين زايده، اغلاء المعيشه، عندك الرسوم كل يوم زايده وكل يوم رسوم جديده. فبقت يعني مع هسي كمان مع البيع بالدولار في تدني شديد. البيع بالدولار ده للمغتربين وللمقيمين الاجانب يا استاذ مش كده؟ هو القرار كده انه يسمحوا للاجانب، للشركات تبيع للاجانب والمغتربين بيبيعوا الدولار، لانه البنك السوداني حقيقه ما قادر يحول فائض مبيعات الشركات ليها. دي لكل الشركات الاجنبيه؟ لكل الشركات الاجنبيه، وطبعا في شركات قبل كده طلعت من السودان زي لوفتهانزا وبريتش ايرويز وكي ال ام اير فرانس وسويسير. فهو بنك السودان احسبها صار انه ما قادر
دي حل جزئي اللي هي المشكله انه الشركات تبيع. هل هي حل لكن؟ هي الحقيقه نحن من اول يوم طلع في الغرار مشينا بنك السودان وريناه وقلنا هي ما صح هو حل جزئي لكن ما بحل ده عقد المشكله زياده، لانه الشركات طالما انه ما في تحويل لها حتكون ما انترستد في البيع بالجنيه السوداني، ما هتهتم بالبيع السوداني خالص، حتخليه حاجه ما دايره خالص ما دايره لانه ما تحول لها، فبتقوم تخط اسعار بالسوداني اسعار تعجيزيه وفي نفس الوقت بتخط اسعار بالدولار اسعار تنافسيه. اي مسافر طبعا هي اكيد للسعر المعقول اللي هو بالدولار، قصد اي مسافر حتى المسافر المواطن حتى المواطن لانه انا مواطن بعدين بلقى انه التذكره بس ما في محاسبه لشركه الطيران الاجنبيه او الوكاله اللي بتبيع لمواطن سوداني بالعمله الحره او العمله الاجنبيه؟ والله ما في، لانه انت ما سمحت بالبيع للاجنبي، انت بيع للاجنبي وبعدين دي ما بتقدر تعملها كنترول اصلك، ما حيكون في سيطره عليها، ما في سيطره، ما في سيطره. ونحن قلنا انا ما حيحصل كالاتي، حيحصل الشركات دي حتحط الاسعار الكبيره دي بالسوداني، حط اسعار منافسه بالدولار لانه حتنافس الشركات الثانيه، وبالتالي حيكون كل يوم سعر السوداني قليل متجفف وسعر الدولار منتعش، وبالتالي حيكون كل يوم في طلب كثير جدا على الدولار، بدل كل يوم 4000 راكب لو قلت 4 مسافر في اليوم بيطلبوا دولار عشان التذكره، معناته في طلب عالي جدا في اليوم، معناته الدولار كل يوم حيمشي زايد. وفعلا يعني الدولار عمل الغرازه كان حوالي 18 جنيه وزين شهر وشهر ونص بقى 27 وماشي طوالي، وطالما في طلب اكيد اذا ما عطوا آلية صناع السوق ما ضبطت الدولار او فادت الوكالات على اقل تقدير يا استاذ. احنا نسمع منك الاجابه هنا في حكايه السوق بتاع الموازي وسوق الدولار وآلية صناع السوق بالنسبه للدولار. عقب فاصل ونكمل حديث الناس، خليكم معنا. مرحبا بكم، يتواصل حديث الناس موضوعنا وكالات السفر المشاكل والحلول. ضيفنا داخل الاستوديو الاستاذ محجوب المك. بالتاكيد هناك فرصه للمشاركه عبر ارقام التواصل التي تظهر لكم ومركز الرسائل القصيره المخصص لهذا البرنامج ورسائل الواتساب والاس ام اس. استاذ محجوب، سياسات وقرارات بنك السودان واليه صناع السوق ما وفرت عملات اجنبيه دولار عشان التعامل بتاع مع الوكالات مع شركات الطيران الاجنبيه يكون الى حد ما في توازن. والله هو حقيقه زي ما قلت لك قبل، نحن اول ما طلع القرار بتاع السماح للشركات بالبيع بالدولار للاجانب والمغتربين واسرهم، وضحنا لنا البنك السودان قلنا الحكايه دي حتعمل طلب كبير على الدولار يوميا، وبالتالي حيسعره حيمشي زايد كل يوم. وهسه انا يعني في رايي يعني هزيمه الاليه بتاعت السوق، اليه السوق اللي عملوها دي كان ممكن تنجح جدا لو كان حجموا الطلب على الدولار، لكن هذا الدولار الطلب عليه كثير جدا جدا، عشان كده هسي في تباين بين السعر بتاع الاليه والسعر السوق الموازي، اللي هي الاليه دي جات عشان توقف السوق الموازي، لكن لانه الطلب زايد على الدولار الاليه دي يمكن دي من الحياه الفشلت الاليه الان، كان ممكن الاليه دي تنجح جدا وتوفر الدولار، وبنك السودان يحول للشركات دي بفائض مبيعاتها، وفائض مبيعاتها ما كثير ما كثير، هو كان ممكن الاليه دي من ضبط الدولار في السوق توفر البنوك التجاريه توفر لشركات الطيران دي تحول لها مبالغ دي وترجمها ببيع بالسوداني، وبالتالي ما حيكون في الطلب، وبالتالي حيكون في تحكم في الدولار. نعم استاذنا، يعني سوق السفر الداخلي فيه مشاكل لكن ما زي السوق بتاع السفر العالمي، لانه الى حد ما السفر الداخلي في شركات وطنيه بتشتغل وكذا. غياب ناقل وطني يعني زي سودانير او سودانير غابت من النقل الخارجي هو اللي خلى شركات الطيران اظنه يعني تسيطر على السوق وتسيطر حتى على العمله الاجنبيه. بالضبط، هو غياب الناقل الوطني سودان ايرويز ضررنا ضرر بليغ جدا، لانه سودان ايرويز كانت هي الرمانه اللي بتحكم السوق من ناحيه بتاعت طلب، من ناحيه بتاعت توفير مقاعد، من ناحيه بتاعت اسعار معقوله، لانه الشركات دي لازم تخط اسعار منافسه لسودان ايرويز، وسودان ايرويز كانت اسعارها بتخطها على التكلفه الحقيقيه ومع الربح المعقول. غياب سودان ايرويز خلق فجوه وخلق خلى الشركات دي
يعني يقصون في الحج السنة الفائدين احنا يعني كانت في حياة ما متصور يعني اسعار كده يعني خيالية خيالية كانت في من الشركات الأجنبية ولا الشركات المحلية؟ حتى الشركات المحلية الشركات الأجنبية حتى الشركات المحلية خدت اسعار يعني ما معقولة اصلا يعني يعني قدر ما تحسب فيها يعني التذكرة قبل ما تطلع سدايز أو في هناك كانت تذكرة بسبعة سبعة ستة مليون سبعة مليون لجدة سبعة ألف سبعة ألف نعم. ماشي وجاي طوالي غفزت ل 25 و 31 ألف خرطوم جدة خرطوم خرطوم جدة خرطوم ساعة ساعة وربع ماشي ساعة وربع جاي ساعتين ونص التذكرة بقت ب 25 700 فدي أسعار يعني فلكية يعني وده كله حتى مقارنه بسعر الريال والدولار كبيره هي كثيره جدا كثيره جدا كانت حتى احنا يعني كان الشركه الاجنبيه اللي هي السعوديه خدت اسعار ب 19 400 احنا شايفين انها كثيره جات الشركات الوطنيه خدتها 25 700 اكثر على الشركه الاجنبيه ذات فغياب الناقل الوطني ده يعني بيخرب السوق علينا خراب شديد جدا جدا ونحن كلنا نسعى يعني جادين انه الناقل الوطني يرجع وبندعمه بكل قوه وان شاء الله ربنا يسهل على صوته ان شاء الله. الان احنا في ربيع الاول وبدايه موسم عمره، هل في اي ضوابط جديده؟ هل في اي خدمات جديده حتقدمها الوكالات؟ هل في اي ترتيبات جديده مع الجهات المسؤوله في السودان او في السعوديه؟ والله طبعا العمره هي العمره في المملكه بدات من محرم. نحن متأخرين جدا لكن التأخير ده كله عشان المشاكل اللي حصلت في العمرة بتاعت رمضان السنة اللي فاتت والإدارة العامة لحج العمرة بتعمل في ضوابط وفي ورش شغالة وعملت ورشة كده وناقشنا فيها المشاكل بتاعت السنة اللي فاتت ووضعوا التدابير انه ما تتكرر ثاني عايزين نضبط العلاقة بين الوكالة والمعتمر وبين الوكالة والشركة السعودية اللي هي الشركة السعودية هي المنوط بها الخدمة نحن بس ما عندنا غير انه نوصل المسافر للسعودية السعودية دي المفروض الشركة السعودية تقابله في المطار تقدمه لغاية ما ترجع علينا ثاني في مطار الخرطوم او في ميناء سواكن. دائما العمره مربوطه بالمولد عندنا في الخرطوم او في السودان يعني كانوا العمره الان يعني ما بدات اصلا يعني؟ والله هي المفروض تبدا بعد ثلاث اربع ايام بالكثير ان شاء الله. في ترتيبات جديده اتعملت والناس هسه قاعده تتوسق في عقودها ومفروض ان شاء الله يوم 14 بكره وبعد بكره تبدا العمره ان شاء الله. طيب في كلام برضو عن عمره سياحيه لبلدان كثيره جدا وقرينا شروطها، هل السودان داخل في حكايه العمره السياحيه دي؟ هل هي زي الزياره اللي بتسمح باكثر والله طبعا المدينة؟ هي ديات في الميديا انه السعوديه خلت التاشيره شهر تسمح بك انها تمر على المدن السعوديه كلها. لكن حقيقة ما جانا تأكيد حتى الآن السودان داخل تحت المنظومة دي ولا ما داخل، لكن الغرض طلع وفي ال هنا يعني الغنصل مساعد الغنصل للحج والعمرة هيأكد لنا المعلومة دي إن شاء الله في يوم الجاد. نعم، نرجع للوكالات، وكالات السفر والسياحة وشعبة وكالات السفر والسياحة بتواجه تحدي وبتواجه مشاكل، قبيل ذكرت بعض منها، لكن أهم المشاكل التي تواجهها وكالات السفر والسياحة تسعى الآن شعبة الوكالات لأنها تجد لها حل شنو؟ والله طبعا من الحياة المهمة جدا إنه نحن عايزين أول حاجة نبين الخط، نبين الخط بين وكالة السفر ومكاتب الاستخدام والاستخدام دي بيحتاج مننا لحملة إعلامية إن شاء الله هنقوم بها في الأيام الجاية دي نوضح فيها الفريق وبعدين نبين للمسافر أو صاحب العمل الماشي عمل برا إنه يتأكد من قبل ما يسلم قروشه لوكالة السفر أو لمكتب الاستخدام إنه يتأكد إنه هي دي الجهة المصدق لها ومصرح لها ودي متاكد منها من مكتب العمل او من وزاره السياحه او كده او من حتى ما يسلم قروشه دي الا لمكتب مفتوح وفيه لافته وفيه موظفين وفيه اصيالات ماليه اصالات ماليه عشان بعدين لو حصلت حاجه يبقوا يحاسبوه لانه كونه يسلم قروشك لسمسار
والسمساري يجيبه للوكاله، واللي ما يجيب الوكاله يجيب مكتب الاستخدام ما يجيبه، دي المشكله حقيقه. نعم. فنحن ان شاء الله هنعمل حمله اعلاميه كبيره جدا عشان المسافر. نعم. في نظره لاستجلاب حتى سياح من الخارج، ولا الحكايه دي بس منتظرين الجهات الحكوميه؟ اسمع منك الاجابه لكن بعد نستلم يعني مشارك عبر الهاتف. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا، عليكم السلام. معك عمر محمد علي عبره. مرحبا، تفضل يا عمر. في لما تبدا اجراءات السفر بالنسبه للعمره، نعم، وتنتهي الاجراءات، المعتمر بيتفاجئ بانه في زياده في زياده اسعار الاسعار بتاعت الحجز. يعني مثلا كلفت العمره مثلا 20 مليون وانتهت الاجراءات، بيطالبونا الوكاله بزياده ثانيه، بيقولوا مثلا التذاكر فيها زياده. بعد ما ينتهي من اجراءاته. نعم، بعد الاجراءات. نعم، نشوف نسمع ان شاء الله. نعم. نسمع من الاستاذ محجوب انه الزياده دي بتجي من وين، لكن قبل الاجابه على اخونا عمر جاوب لي على سؤالي استاذنا. انا برضه يعني زي اخواننا اللي بيتصلوا بالهاتف داير استفيد يعني. هل في اتجاه لانه وكالات السفر والسياحه في السودان تنفتح على السياح اللي بيجوا من اجزاء العالم المختلف للسودان؟ والسودان يعني بيتكلم على انه فيه محلات للسياحه وفيه مناطق سياحيه الناس ما زاروها وممكن يستقبل السياح من مختلف اجزاء العالم يعني. والحقيقة السودان من أكبر الدول اللي فيها الجوازب السياحية، يعني ربنا حبانا بكل أنواع السياحة المطلوبة، من غطس لصيد بري لآثار آثار لصحراء لنيل، كل الجوازب السياحية عندنا يعني يا سوبيا دياسي فيها سياحة محددة جدا. نحن عندنا كل أنواع السياحة. هسه حتى نحن عندنا في بروتوكول مع الاخوه في اثيوبيا انه عندهم مكاتب كبيره جدا في امريكا وفي اوروبا، بيجيبوا السياح من اوروبا لاثيوبيا، لكن السائح يقول لك انا جاي من امريكا، من امريكا جاي راكب طيارات وهنا اصل اثيوبيا بس حاجات محدده وارجع، انا داير اكمل الباكج بتاعتي. فاتفقوا معنا انه يجيبوا السياح ديل لينا في الحدود مع شركات سودانيه تستلموا من الحدود، تزورون السودان، كان داير غطس، كان داير سياحه اثار، داير سفاري، داير صحراء، داير كله السودان موجود. الباكج تكون واحده بعد ذاك من حزمه كامله، حزمه كامله من هنا يا اما يسافر لبلده طوالي او نرجع لهم ثاني في اثيوبيا. البروتوكول ده وقعناه قريب ده وان شاء الله هسه يتفعل في بعض جوانبه. لكن عندنا وكالات نشيطه جدا في السياحه في البحر الاحمر، وعندنا في باركر والشماليه دفوفة دفوفه. نعم. بيجيبوا سياح من اوروبا، ولكن حقيقه ان احنا سياحتنا البنيه التحتيه بتاعتنا ضعيفه جدا. والبنيه التحتيه طبعا ما بتقدر القطاع الخاص يقوم بها، دائره امكانات ودائره الدوله يعني تصرف عليها. نعم. لانه السياحه فيها دخل رهيب جدا. كان قبل فتره قبل 8 سنين ولا حاجه كان اقترحنا انه صندوق دعم السياحه، اللي هو اقترحنا كان زي 5 دولار يتخطى في التذكره، وكان صندوق دعم السياحه ده متوقع يجيب في السنه اقل حاجه 7-8 مليون دولار. الوقت ده كان 7-8 مليون دولار ممكن تاهل البنيه التحتيه بتاعت من طرق لاستراحات لفنادق في الشوارع في الطرق لكذا، كان في نزل في المنتجعات السياحيه في المناطق السياحيه دي، وكان ممكن تعمل انتعاش للسياحه كبير جدا جدا، لكن للاسف الموضوع ما تحرك نعم. اخونا عمر بيسال قال بعد الزول يكمل اجراءاته وخلاص يبقى على السفر، بيقول له والله في زياده في التذاكر. والله دي زي ما قلت لك من قبل من اثار خروج الناقل الوطني. يعني احنا بعد خروج الناقل الوطني يعني بقينا يعني عرضة لأسعار متغلبة في كل لحظة. يعني نحن الواحد بيخد الباكج بتاعته ويقول للمعتمر يا أخي الباكج ب 9 مليون مثلا أو 5 مليون، التذكرة ب 10 مليون 15 مليون، يا من تجي التأشيرة وتجي تسفر تلقى الشركة قالت بعطيك التذكرة بدل 10 عملت لك 18 مليون. بقيت وأيتام ما عندك حلل غير إنه يا يلغي المعتبر ذا سفره، ولو لغى سفره انت حتتحمل الرسوم بتاعت الشركه السعوديه اللي هي
فنادق هناك وبص وتعشيره وكذا، قيمه يدفع الفرق هاي. فدي مشكله واجهانا، وحس ان احنا عايزين يعني نقعد مع الشركات دي، لانه ملاقى الوضع لسه يعني قصة طويلة. عايزين نقعد مع الشركات دي هسي انه كل موسم يكون عنده سعر محدد للعمره، ما يزاد ما يزاد. نعم. وما بوافق على الكلام ده، ان احنا كوكالات كلنا نقاطع العمل معه. نعم. فان شاء الله نقدر نوفق في اتفاقنا مع الناس ان شاء الله. انا سعدت جدا والله يا استاذ محجوب المك بهذه الاضافات الوافيه وشرح مشاكل وكالات السفر والحلول المقترحه والخلط بين مكاتب العمل واستخدام والاستقدام ووكالات السفر. ويبقى ملف السفر في السودان والطيران مفتوح، يقبل اضافات وشروح. مع شكر جزيل لكل الذين تابعوا هذه الحلقه وارسلوا لنا رسائل لم نستطع ان نقراها من يعني سرعة السرد والمعلومات التي كانت في هذه الحلقة. شكرا لك مرة ثانية أستاذنا، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.